مشاهدينا تلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دل وقت اللي نقدم لكم فوق النشرة الدرجية من تلفزيون النصر 24. رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي جنرال محمد إدريس ديبيتنو استقبل في قصر الرئاسي الامبسادير هنا روايوم عربي السودي تلقيت في تشات كان جاب لي رسالة خطية. نتابع التفاصيل مع زملائي من بريس بريزونسيال. تتواجد هذه الأيام بالعاصمة أنجمينة مديرة عمليات البنك الدولي في تشاد ومنطقة وسط وغرب أفريقيا كلارا دي سوزا، والتي تزور البلاد في إطار الشراكة القائمة بين تشاد ومجموعة البنك الدولي، حيث استقبلها صباح اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو. وانتهزت مديرة عمليات البنك الدولي في تشاد ومنطقة وسط وغرب أفريقيا كلارا دي سوزا السانحة للتعريف بنفسها إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، علما بأنها قد عينت في يوليو من العام 2021، وهذه أول زيارة لها منذ تعيينها. واستعرض معها رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو الشراكة القائمة بين تشاد والبنك الدولي وكيفية مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد في ظل المرحلة الانتقالية. كما تركزت المباحثات بشكل أساسي حول تدعيم التعاون بين تشاد ومجموعة البنك الدولي ومرافقة جهود الحكومة التشادية في مساعيها لمكافحة الفقر وسوء التغذية وتحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين. وقالت مديرة عمليات البنك الدولي في تشاد ومنطقة وسط وغرب أفريقيا كلارا دي سوزا إن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان مثمرا، حيث سمح لها بالاستماع إلى رئيس الجمهورية ومعرفة الأولويات، مما سيساعد البنك الدولي في توجيه مساعداته لتشاد للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين. وأشارت إلى أن اللقاء تناول أيضا الأزمة الغذائية التي تواجهها البلاد حاليا، وأنهما تبادلا حول هذا الموضوع الأمر الذي سيسمح للبنك الدولي بالتحرك بشكل سريع للتصدي لهذه الأزمة. ودكمن الرئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبيتنو استقبل للكوادر هنا العربوفون كان صوما جلسة. نتابع التفاصيل بطان مع زملاء من بريس بريزونسيال. لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو بأطر اللغة العربية لقاء انتظرته الأطر العربية في تشاد طويلة، لعله يجيب على كثير من التساؤلات التي تدور حول وضع اللغة العربية في تشاد وكذا رفع التحديات التي يواجهها مثقفو اللغة العربية. اللقاء الذي جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رئيس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو مع مختلف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الناطقة باللغة العربية وأطرها أزاح كثيرا من علامات الاستفهام التي تحيط بمستقبل لغة الضاد في تشاد. لقاء استمر زهاء الساعة تقريبا، قدم خلاله الدكتور عبد القادر أبكر منسق الأطر العربية كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على تنظيم هذا اللقاء الذي يعتبر بارقة أمل لتطبيق الإزدواجية اللغوية على أرض الواقع والسماح للناطقين بالعربية بالدخول في المدارس الوطنية الحكومية وغيرها. وطلب الدكتور عبد القادر في كلمته من رئيس الجمهورية ضرورة مشاركة الناطقين بالعربية في عملية الحوار الوطني الشامل، وكذلك إدراج مسألة الإزدواجية اللغوية في بنود وتوصيات الحوار الوطني الشامل وفقراته. ولم ينسى الدكتور عبد القادر أبكر في كلمته باسم الناطقين بالعربية أن يقدم شكره اللامتناهي لمشير تشاد الذي أعطى للغة العربية مكانتها. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو قدم خطابا سرد فيه تاريخ اللغة العربية ودورها في تقديم البلاد، معربا عن شكره للذين كانوا وراء هذه المبادرة التي وصفها بالجيدة والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في كثير من المشاكل العالقة، مؤكدا دعمه اللامحدود للغة العربية في جميع مراحلها
وأضاف في كلمته قائلا أن الحكومة لا تستغني أبدا عن مثقفي اللغة العربية والذين لهم دور كبير في تنمية البلاد، وقال أيضا أن الناطقين بالعربية هم جزء لا يتجزأ من جمهورية تشاد. وكرد على مطالبهم أكد أنه سيعمل على مشاركة الناطقين بالعربية في لجان المؤتمر الوطني للحوار الشامل، وأكد أيضا على ضرورة فتح المجال أمام الناطقين بالعربية للالتحاق بالمدارس الوطنية كالمدرسة الوطنية لتحليل القضاة والمدرسة الوطنية للإدارة وغيرها من المدارس الوطنية التي ليست بها أقسام عربية. وأضاف فخامته من العمل يجري على قدم وساق من أجل فتح كلية الطب باللغة العربية، لقاء يمكن وصفه بالوطني والذي يجده الناطقون بالعربية مصيريا في توحيد الصفوف والعيش تحت سقف واحد، لأنه أزال الغيوم وقطع الطريق أمام المتسلقين والذين يصطادون في المياه العكرة باسم اللغة العربية. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو طلب من الأطر العربية ضرورة التحلي بالروح الوطنية والمواطنة ونبذ الجهوية والتفرقة والعمل معا من أجل مستقبل تشاد ونمائها وعدم الخضوع والسماع إلى صوت الباطل والتشويش الذي يروج لها المرجفون في المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عرقلة مسيرتنا الوطنية. وأضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمته أن الناطقون بالعربية هم أيضا حماة هذا الوطن، ووجودهم يعتبر ركيزة أساسية في التنمية الوطنية ومستقبل تشاد، وقال بأنه سوف يكمل ما بدأه مشير تشاد في تطوير اللغة العربية. وعلى شرف هذا اللقاء الأخوي الكبير نظم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مأدبة غداء إذانا بفتح نافذة جديدة من نوافذ النماء والتقدم. في خطبة حقا في وقتنا الجلسة رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي جنرال محمد إدريس ديبي إتنو حجب الأهمية عن اللغة العربية وكمان نسوبات من المشاري. نتابع جزء من كلام بترجمان أمل إبراهيم. Je suis en effet heureux de me retrouver aujourd'hui. يسعدني أن أكون بينكم اليوم إخوتي وأخواني ممثلي المجتمع المدني الناطق بالعربية والكوادر الناطقين بالعربية والمدافعين عن اللغة العربية. إنكم تعلمون أكثر من أي شخص آخر بأن الحكومة التشادية قد بذلت على مدى 30 عاما الماضية جهودا جبارة لرفعة اللغة العربية، والتي هي أيضا اللغة الرسمية في تشاد مثل اللغة الفرنسية. فإن الحكومة التشادية تولي في هذا الصدد اهتماما خاصا لموضوع ترسيخ تعليم اللغة العربية في مدارسنا بتوفير أساس أفضل للدارسين في التعليم الأساسي. وفي ضوء التقدم المهرز هناك ما يسرني نظرا لجودة التعليم الذي يتم تلقيه بفضل التزام لأعضاء هيئة التدريس. أتمنى أن ينال الجميع هنا تعبيرا عن إيجابي وتقديري وتشجيعي الكامل. كانت اللغة العربية لغة رسمية في جمهورية تشاد منذ 3 عقود. إنها حقيقة، إنها إرث لغوي وثقافي وتاريخي ينتمي إليه فرديا وجماعيا كل مواطن تشادي. في الواقع إنها تتجاوز المجموعات الإثنية والجهوية والدينية من خلال طابع الوطن المعترف به في النصوص الأساسية لجمهورية تشاد. والأفضل من ذلك إنها لغة عالمية، لأنها كانت لغة العلم والأدب لآلاف السنين. تمت كتابة العديد من الاختراعات العلمية في البداية باللغة العربية قبل ترجمتها إلى لغات أجنبية أخرى من قبل علماء بارزين. يمكننا على سبيل المثال ذكر الخوارزمي وابن سينا. سيداتي وسادتي الإخوة والأخوات الأعزاء الناطقون باللغة العربية، من أعلى هذا المنبر
أحس إخواني وأخواتي الناطقين بالعربية على اغتنام انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي المرتقب للبحث عن أنسب الحلول للأمراض التي تعيق التطبيق الكامل للثنائية اللغوية في بلادنا تشاد. تحتاج الحكومة إلى دعم الناطقين باللغة العربية تماما، مثل أن المتحدثين باللغة العربية بحاجة إلى دعم الحكومة. الناطقين باللغة العربية وإخوانهم الناطقين بالفرنسية ليس لديهم سوى وطن واحد، ألا وهو بلدنا العزيز الجميل تشاد. بلدنا تشاد واسع ويكفي لجميع أبنائه. لذا في هذه اللحظة أدعو إخواني وأخواتي باللغة العربية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، وأيضا الوقوف جميعا من أجل تنمية وتطور هذه اللغة إلى تطور وطننا الحبيب تشاد. إخواني وأخواتي، إن الحكومة التشادية ستواصل وتستمر في جهودها من أجل دعم وتعزيز هذه اللغة، وأنا شخصيا سألتزم وإنني أتواصل وواصل في النهج الذي قام به المشير إدريس ديبي إتنو من أجل تعزيز وتطوير وتقدم هذه اللغة، لأن المثقفين باللغة العربية لديهم دورا هاما يلعبونه في هذا البلد، ولديهم مكانتهم يلعبون في هذا البلد. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد لكم حتى الآن أن مطالباتكم قد أخذت في الاعتبار، ولا سيما افتتاح القسم العربي في المدرسة الوطنية لتأهيل القضاء هذا العام ANFG، وفي المدرسة الوطنية الإدارة ANA ابتداء من الدفعة القادمة، كما تبذل الحكومة كل ما في وسعها بفتح كلية الطب بجامعة الملك فيصل. وفي المقابل إنني على ثقة بمشاركتكم الفعالة في الحوار الوطني الشامل لإسره بأفكاركم النيرة ووجهات نظركم الحكيمة، حتى نتمكن في نهاية الحوار الوطني من إيجاد حلول مناسبة ودائمة للتحديات التي تقف أمام ازدهار الأطر الناطقة باللغة العربية. منذ هذه اللحظة أدعو إخوتي وأخواتي الناطقين باللغة العربية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة وتنمية ثقافة السلام وحب الوطن والتسامح والأمل من أجل العيش معا والتعايش السلمي. إخوتي وأخواتي، فلنتهد ضد المعلومات الكاذبة والمضللة التي تنشر يوميا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحثكم على عدم الوثوق بالمعلومات الكاذبة التي يبثها هنا وهناك ذو النوايا السيئة، نوايا التقسم بهدف دفع البلاد وإبقائه في القبلية والكراهية والتعصب. شكرا على حسن استماعكم. نظمت الخلية الإعلامية للجنة للحوار الوطني الشامل ورشة عمل لصالح أن السافين بالتعاون مع منظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات. المناسبة كان بقت في واحد فندق القاعد في كارتي سبنغالي. ميديا دول يوم أنا ديالوج ولا قبل ديالوج داكي كيف كودني ما ميديا دول يكادمو وكيف نقدرو أني نكودني نعاونو ميديا دول لي سوكيد مينا بديريبا عادل دابس لامينا باترونا ميديا دول عشان باترونا ميديا دول براسلو جورناليست دول يجو يكوفري وكما هجينا مام قبل أني ندورو شنو وما ميدورو شنو وبتان كيف كيد ميدا يبقى عشان أي ميديا كلها إندا ميتودها أو أي ميديا كلها إندا شغلة نادو لين إديتوريالها. donc ndoruke na hadu musawa
nagodo nous fakur sawa qui kef nous sol le dialogue da information ana dialogue da les chats banatia dialogo information da bederiba ou ya tukulu khali shiva michel dialogue da ou chocolat lala ndabas la mena fuga alium. مشاهدين تلفزيون النصر 24 بالخبر خلاص كملت النشر الدقيقة. نشكركم كثير بشيفون كل الدل النصر، نخليكم كمان تابعوا سيرة من باقي برنامجنا تلفزيون النصر. تفضل تابعوا.